لطالما كان غياب الردع البيئة المثلى لعصابات الجريمة المنظمة، ومنها عصابات تزوير العملة المحلية في العراق، حيث اخترقت الأسواق في الآونة الأخيرة وفاقمت جراح الدينار المتدهور أصلاً بسبب الفساد المالي، وعلى رأسه عمليات تهريب الدولار. وسبب انتشار الدينار المزور في أسواق محافظة نينوى إرباكاً كبيراً لدى المواطنين والتجار، وزاد من احتمالات انهيار الدينار أكثر بالتوازي مع زيادة نسبة غلاء الأسعار. يعني هي الحاجة يعني تحصلها 1000 دينار، 500 دينار، 1000 دينار على كل كيلو. إذا جتنا 25,000 مزورة يعني راح المحصول وراحت الخسارة. عشان لهنا عليها تأثير علينا والله. البائع والزبون متضرران من العملة المزورة، فالبائع يخسر ربحه من البيع، والزبون معرض للمساءلة القانونية دون علمه بأمر التزوير بسبب صعوبة كشفه. جاني واحد يشتري من عندي تكرم حذاء، أعطاني 25 دحا، قلت عليها مزورة، قلت له هاي شلون تطيه للناس؟ ما تخاف الله؟ قال لي عمي أنا أخذتها مزورة. زين احنا نطالب من الحكومة يعني نشوف هاي العملة المزورة، يعني نشوفوا لها حل. شخص من هنا يبيع ورق او يشتري بالورق او بالموبايلات او اي شيء، اذا اشترى او باع وجدته هاي الفلوس خطيه ما يعرف فيها، فراح منو ينظر؟ هو راح ينظر. فاذا جد راح هذا الشخص مثلا راح باع بها، راح يقول له اخذته من هذا الشخص، هذا الشخص هو ماخذه من غير شخص، فالشخص الاول راح منو يتحاسب؟ ثاني شخص الفقير راح يتساءل بها، وراح طبعا راح يتحول على المساءله القانونيه 100%. فنطلب من الجهات المختصة أن يحاسبوا هذه الفئة التي تزور العملات. ما هي إلا مأساة اقتصادية أخرى تضاف إلى مآسي العراقيين، وتعجل أكثر من انفجار موجات غلاء جديدة لن يتحملها الفقراء وذوو الدخل المحدود.